شايفين ان هو موهبه كبيره جدا، راح النادي الاهلي برقم كبير. هو الرقم ده المشكله؟ مش عارف. صلاح بيشرفني. نور يا كابتن سيف، طبعا انا متشرف ان انا قاعد مع حضرتك النهارده، وشرف ليا كبير يعني. اتشرف دايما بوجودك معايا في اي مكان. ربنا يخليك يا كابتن سيف. مفيش واحد سالته عليك من اللعيبه اللي بيلعبوا منتخب نادي الاهلي بتاع قال لي في حته تانية، يعني هو عايش في كوكب تاني مثلا، بيلعب في الفضاء فوق، قال لي يعني فكره مدرسه جديده خالص. في ايه بالظبط؟ انت صاحب فكر مختلف، مش مركز في كل الكلام ده يعني. بسال مركز في ميديا؟ قال لي لا لا، لا بيسمع ميديا ولا بيسمع حاجه ولا في دماغه حاجه ولا قصه، ولا ممكن يكون عنده عليه ضغط ولا ما عليهوش ضغط يعني. هل انت شخصيتك كده فعلا؟ في ايه بالظبط في التفكير؟ لا يا كابتن، انت لو جيت بصيت طبعا في الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي، انا ما كنتش طالب من اي حاجه غير ان انا اخد فرصتي بس، لكن التركيز دوت انا مركز في كل حاجه. واللي بيقول كده ده لا، انت عكست، انت مركز في الكوره. انا عارف، انا بتكلم، انت ما وضحتليش. لا، مركز في اي حاجه بره الكوره. ضغط الاعلام يقول لك اصل لا 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 ما اثبتش نفسه، الصفقه غاليه يا كابتن سيف. لا لا والله ابدا، انا في ظروف عدت على ظروف صعبه فالفتره اللي فاتت، فديت كانت مؤثره عليا بشكل كبير جدا في الاهلي. في الاهلي كان عندي كذا حاجه كده في بره الكوره خالص، فدي كانت مؤثره عليا خالص، مش ده تركيزي يعني حاجه اسريه ولا حاجه في النادي بقى. حاجه اسريه وكمان انا لما كنت باجي العب يا كابتن سيف كنت الحمد لله رب العالمين، انا كنت بقدم وبعمل اللي عليا يعني. شايف ان انت احتياجك لايه؟ لفرصه، لوقت تلعب فيه باستمرار؟ طبعا طبعا، انا كابتن سيف انا كنت محتاج فرصه مش اكتر، فالحمد لله رب العالمين يعني كل حاجه برضو نصيب، وان شاء الله ارجع واكسر الدنيا تاني. انت كنت صاحب فكره الاعاره ولا النادي الاهلي عرض عليك وانت وافقت؟ لا، انا كنت صاحب الفكره واصريت ان انا اطلع. النادي الاهلي كان رافض تماما، بس انا اصريت وقلت ان انا لازم اطلع عشان خاطر المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول يعني. وانت اللي اخترت سموحه؟ وانا اخترت سموحه. اشمعنى سموحه؟ يعني كلمت كذا حد كده من اصحابي هناك، يعني اعتبر المنتخب الاولمبي لعيبه هناك طبعا موجودين هناك، فانا سالتهم وكلموني وقالوا لي الاجواء كويسه والدنيا كويسه، فقلت اجرب وربنا يكرمني يعني هناك.